تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم الوزير الأول نذير العرباوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول المكتسبات الاجتماعية تحت شعار مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية. الملتقى الذي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، حضره إلى جانب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عدد من أعضاء الحكومة ورئيسة فيدرالية النساء الصينيات ووزراء الشؤون الاجتماعية بالدول العربية والإفريقية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الإقليمية وخبراء وباحثين ناشطين في المجال الاجتماعي. افتتاح وأشغال هذا الملتقى ميزته كلمة رئيس الجمهورية التي قرأها الوزير الأول نذير العرباوي، أبرز فيها السيد الرئيس أهم المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق أحسن مستويات الرفاهية للمواطنين. رئيس الجمهورية أكد في كلمته بالمناسبة أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في مسار بناء الجزائر الجديدة خاضتها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب. في مسار بناء الجزائر الجديدة لقد واجهت بلادنا رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد، خضناها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ولبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري الأبي، وإدراكا منا للعلاقات الوثيقة بين تحقيق معدلات نوعية التنمية الاقتصادية وتعزيز السياسات الاجتماعية، أطلقت الجزائر ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وقد توجت هذه الإصلاحات بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقار الاقتصادي الموجه خاصة للاستثمار.